ما بوحشهاش ومش هوحشة في الغالب ومش طهال ترد على الجواب بجواب ولا تجاوب لأن جوابها مش هيضيف ولا يوضح لشي غايب ما بوحشهاش ومش هوحشة في الغالب ومش طالب ترد على الجواب بجواب ولا تجاوب لأن جوابها مش هيضيف ولا يوضح لشي غايب بتوحشني بشكل مخيف وأوقات بكون خايب لأني ساعات ما بحسبهاش لكني مع الأسف عارف ما بوحشهاش ومش هوحشها في الغالب